تجاوز مانشستر يونايتد الإنجليزية عقبة برشلونة الإسباني في طريقه إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم وسجل هدفين. يونايتد كل من البرازيلي فريد ومواطنه أنتوني، وفي المقابل وقع النجم البولندي روبرت لوفاندسكي هدف الفريق الكتالوني الوحيد من ركلة جزاء، وكان مانشستر قد فرض التعادل على برشلونة ذهابا في ملعب كامب نو بهدفين لكل فريق.